Osteoporosis is affecting women more than the men. The international ratio of osteoporosis is 1 out of 2 women and 1 out of 5 men having osteoporosis. To prevent ourselves from osteoporosis, we are advising good diet, exercise, and sun exposure. هشاشة العظام من الأمراض الوقائية وبيسمى المرض الصامت أو اللص الخفي، يجب علينا الوقاية منه بممارسة الرياضة والتعرض للشمس وتناول الأطعمة الغنية بالكالسيوم. الفحوصات الدورية لها دور مهم وأساسي لأي فئة عمرية في المجتمع، لما تلعبه من اكتشاف مبكر المرض وعن طريقها نكتشف المرض ويتم علاجه بأسرع وقت.